معجب يضع إليسا بموقف محرج على المسرح خلال حفلها في أمريكا وهي تنفعل عليه. كنت وقعتني. أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة نيوجيرسي الأمريكية ضمن جولتها في أمريكا لإحياء حفلات في مختلف المدن والمناطق، حيث تلتقي جمهورها الذي ينتظر هذا الأمر بفارغ الصبر ليشارك فنانته المفضلة أجمل الأوقات. وقدمت إليسا في الحفل باقة من أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة والتي تنوعت بين الرومانسية والحماسية والتي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع وراح يردد كلماتها مع إليسا بحماس شديد. وانتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الأجواء المميزة التي سيطرت على الحفل، إذ تصدر فيديو يظهر رقصة إليسا على المسرح والتي اعتبرها البعض فاضحة، فيما رأها البعض الآخر عادية وتعبر عن عفوية إليسا مع جمهورها. من جهة أخرى انتشر مقطع فيديو يظهر لحظة تواصل إليسا مع الجمهور الموجود في الحفل والذي كان يستمتع بأغنياتها، إذ اقتربت إليسا لإلقاء التحية على عدد من الموجودين وقامت بالسلام عليهم باليد، فما كان من أحد معجبيها إلا أن شد على يد إليسا وكادت تسقط أرضاً، ما دفعها للقول: كنت وقعتني، أنا زعلت منك. الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين أشادوا بعفوية إليسا مع جمهورها، في حين رأى البعض الآخر أن على الجمهور أن يحترم الفنان ولا يفرض نفسه عليه بطريقة غير لائقة. وفي سياق مختلف، كانت قد عادت قضية الفنان اللبناني زياد برجي والفنانة إليسا إلى الواجهة من جديد بعد أزمتهما الأخيرة على خلفية حقوق أغنية أنا وبس التي قدمتها إليسا من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان زياد برجي. والجديد في الموضوع هو ما كشفه الفنان زياد برجي مؤخراً في تغريدة على حسابه عبر منصة إكس، حيث نشر قرار المحكمة الذي جاء فيه: أبلغنا المحامي جان قيقانو أن النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ادعت وطلبت إدانة المدعى عليها إليسار خوري إليسا بجرم المادة 582 من قانون العقوبات لإقدامها على الذنب الموكل زياد برجي، وتمت إحالتها للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت. كانت النتيجة بالآخر القضاء مسار طويل نحن رح نمشي فيه. طبعا وكيلي الأستاذ جان يانو متولى الموضوع القضائي من الألف للياء، وهو اللي بصراحة أكد لي وصارحني أنه كصديق كأنه وكمحامي عن وضعي القانوني وحقيقة وضعي القانوني. شو قال لك؟ شو صارحك؟ وضعي القانوني صحي، ما في ولا شيء به، وإن شاء الله بالمسار القضائي اللي رح نمشي فيه النتائج رح تكون بإذن الله. وأرفق زياد برجي تغريدته بالقول: من عادتنا نشارك الناس بأعمالنا الفنية وأخبارنا الحلوة، بس لما منتعرض للإساءة والظلم بشكل علني وقدام جمهورنا يلي بيحترمنا وبيحترم أخلاقنا مش بس موسيقتنا، من واجبنا أنه ندافع عن كرامتنا كمان بالعلن. هيدا هو ردنا يلي بهدي لكل الناس اللي بتحبني، لأهلي وأصحابي، وأهم شيء لأحلى فانز بالدنيا.